الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أخبركم أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولسائر المسلمين الصحة والعافية والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن تفسير حلم الميت يبتسم أو ينظر أو يتكلم مع الرأي، مع صاحب الحلم. يعني ده معنى ايه؟ الاحلام يا جماعة بشكل عام هي جزء لا يتجزأ من حياتنا. الحلم قد يكون بشرى من الله تبارك وتعالى لحضرتك، او قد يكون انذار، او قد يكون حديث نفس. البشرى من ربنا سبحانه وتعالى دي بشرى للعبد المؤمن الصالح، والاشارة هي ايضا رحمة من ربنا سبحانه وتعالى. لو حضرتك مصر على ذنب معين، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك إشارة. لو حضرتك مقصر في العبادة، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك إشارة. لو حضرتك ظلمت إنسان في أمر معين، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لك إشارة. وده من رحمة ربنا بنا عشان نتخلص من ظلمات الدنيا حتى لا نلقى الله تبارك وتعالى بها. أما حديث النفس هي كل الأمور التي تشغل الإنسان في حياته اليومية، دايما حلم متكرر تحديدا للطلبة، وهو الامتحان. حلم ان هو بيجلس في لجنة الامتحان. مفيش طالب في مصر تقريبا غير لما رأى الرؤية دي او حلم بالحلم ده. هو ده حديث النفس، يعني الامر اللي بيشغلك في الوقت الحالي هو ده اللي انت بتحلم بيه. والمثل المصري بيقول الجعان بيحلم بسوء العيش. أيضا من الأحلام التي قد تكون بشرى وقد تكون تحذير وقد يكون حديث نفس هي رؤية الميت في المنام. ده بسم الله، ولكن رجاء شخصي اللي ما شرفناش واشترك في القناة يشترك حالا ويفعل زر الجرس إن شاء الله علشان يوصلك أي فيديو نعمله أو ننزله بفضل الله تبارك وتعالى. احنا اتفقنا إن رؤية الميت في المنام بشكل عام قد تشير إلى البشرة وقد تشير إلى التحذير وقد يكون حديث نفس. لو بنت، نركز بقى في اللي جاي، ربنا يبارك في حضراتكم، لو أن بنت عزباء رأت في المنام أن شخص ميت ينظر ويبتسم لها، قد تكون إشارة إلى زواجها في القريب العاجل، أو قد تكون إشارة إن البنت دي اللهم لك الحمد ملتزمة جداً وبتحاول تقرب لربنا بكل الطرق الممكنة، من صيام وقراءة قرآن وذكر وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وكل حاجة بتقربها ربنا سبحانه وتعالى هي بتعمله. ولو أن بنت رأت أن شخص ميت ينظر لها وعلى وجهه علامات الغضب، معناه إيه؟ معناه أن البنت دي بتعمل حاجات تغضب ربنا سبحانه وتعالى، وخاصة لو كان الميت ده أبوها. لو كان الميت ده أبوها ورأت في المنام أنه ينظر إليها بغضب، معناه خلي بالك اللي أنت بتعمله ده غلط. دي من الرؤية التحذيرية. طيب لو رأت نفس الشخص في اللي في رؤية في المنام بينظر لها ويبتسم لها ومسك إيدها وخدها في مكان، المكان ده أول مرة تروحه، طبعا التفسير الأول لو أنت قلت لأي حد أقولك لا لا خلي بالك أنت ممكن تموتي وأجلك والكلام ده، لا، معناه ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك خير كبير جدا ورزق كبير جدا في القريب العاجل. وايضا من الرؤى اللي بعض الناس بيفسرها على انها موت، لو حضرتك، انا بتكلم يا جماعة الكلام ده كله، لو بنت لو رأت في رؤية ان والدها المتوفي في الواقع شافته في الرؤية وبيبتسم لها جدا ومشتاق لها جدا وقام وحضنها، سر الحلم ده ان البنت دي منتظرة حاجة كبيرة جدا، حاجة هتكون سبب في تغيير حياتها، حاجة هتكون سبب في نقل امورها من حال الى حال افضل. الله ربنا اذن في الحاجة دي انها تتحقق في القريب العاجل.
فلتصبر بس إن شاء الله والخير كله جاي. أيضا من الرؤى المبشرة، أكرر من الرؤى المبشرة، هي رؤية المرأة المتزوجة لإنسان ميت بالفعل وتراه في المنام. ده معناه إيه؟ لو رأت المرأة المتزوجة وهي تأكل الطعام أن ميت ينظر لها ويبتسم وسعيد جدا، ده معناه أولا إن كانت ربة منزل ربنا سبحانه وتعالى سيبارك لها في أولادها وفي زوجها، وإن كانت تعمل ربنا سبحانه وتعالى سيقلدها أعلى المناصب في العمل لها، وإن كانت تعمل في حرفة يدوية ربنا سبحانه وتعالى هيميزها عن ناس كثيرة جدا تعمل في نفس المجال. أما لو رأت المرأة المتزوجة إنها تقوم بتقبيل شخص ميت، ده معناه إيه؟ ده معناه إنها ستحصل على ميراث كبير من الشخص ده. يعني الشخص الميت ده هو توفى، والمرأة دي هتحصل على ميراث يخصها من طرف الشخص الميت. الميراث ده هيكون سبب في تحويل حياتها 180 درجة للأفضل إن شاء الله. بالنسبة للمرأة الحامل، لو رأت شخص ميت في المنام له إشارات ودلائل عدة، منها أن الله تبارك وتعالى سيرزقها بخير كتير جدا وبركة في الرزق ده، وقد يشير إلى وجوب أنها لازم تحصن نفسها كويس جدا وتحصن أولادها وزوجها بالأذكار وبالقرآن الكريم. ولو كانت حامل في الشهور الأخيرة ربنا سبحانه وتعالى يبشرها إنها سترزق بولد، والولد ده يكون على قدر كبير جدا من الجمال، والولد ده ربنا سبحانه وتعالى سيرزقه بذرية كبيرة جدا. فرؤية الشخص الميت للمرأة الحامل في المنام هي من الرؤى المبشرة جدا 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 بفضل الله. ورؤية الشخص الميت في المنام بشكل عام هي تتوقف على حال الميت في الرؤية نفسه. يعني لو حضرتك رأيت الشخص الميت ده بيبتسم لك، دي من البشريات. ولو كان هذا الشخص غاضب، دي من الرؤى التحذيرية ان حضرتك مقبل او حضرتك مصر على امر ما، الامر ده بيغضب ربنا سبحانه وتعالى فلتنتهي عنه فورا. انا حبيت اتكلم في الموضوع ده لسببين. السبب الاول ان في بعض الرؤى وبعض الاحلام للوهلة الاولى الناس بتفكر انها رؤى شر والعياذ بالله. يعني التفسير الاول، لو حد شاف انسان ميت في الحقيقة والشخص ده مسكه من ايده ومشى بيه في مكان بعيد، اول حاجة الناس هتفكر فيها ان ده موت. ولكن على النقيض، دي من الرؤى المبشرة، بشرة خير ان شاء الله لصاحب الرؤى. الحاجة التانية اللي حبيت اقولها لحضراتكم، ان ما ينفعش تقول الحلم او الرؤية بتاعتك لحد غير لما يكون الانسان ده متخصص جدا، لان زي ما احنا عارفين الاحلام بشكل عام والرؤى لا تقع حتى تفسر. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.